بعد زمان كانت تتجول الثاني ممكن اذا كان متقدم مع مولى عبد العزيز يخرج ابراهيم حسن يكون في تامين دفاعي واضح لفريق الزمالك.
10 او 11 يسكن الطرف الايسر. ترى ما في صوت. ايش اسمه اللي في البيت؟ ايش الفرق بينه وبين هذا؟ ايش؟ ركزي معايا. ايوه ايش فيه؟ هذا اللي تستخدمينه، ايش الفرق بينه وبين اللي هل في صوت يا اخوان؟
هل في صوت يا شباب؟ هل في صوت يا شباب؟ شباب الآن نلاحظ عندي هنا قمة، ممتاز، شكرا بيزيد. الآن نلاحظ أن عندي قمة، عندي قمة ثانية، بكل بساطة حطينا خط. تقدر الخط هذا أما تسوي له ناسخ ولاصق وبيصير عندك قمتين قاعين، أو بكل بساطة يعني ارسم من القاع الثاني وانتهينا، بغض النظر عن هو قناة ولا غير قناة، في النهاية الهدف هو الهدف. يعني إذا كان قناة بيختلف معنا في إيش بالضبط؟ ولا حاجة، ولا حاجة إطلاقا، إحنا مجرد نهتم فيه كضلع. يمكن بعدين في تحديد الهدف كيف بتحدد الهدف في المنطقة هذه مختلف عن هذا، هذا موضوع ثاني، لكن في الأساس أن عندي ملامسة، عندي ملامسة، الهدف الآن هو الضلع، انتهينا. ما بغيت تعتمد على هذا الضلع، نعتمد على الفجوة السعرية. دائما شموع الفجوات هي مستهدفات سعرية، خذ قاعدة وامشي عليها، خذ قاعدة وامشي عليها، كل شموع الفجوات هي مستهدفات سعرية. الصعوبة الآن في تحديد منطقة الشراء، أنا وين أشتري، أنا وين أشتري، هو هذا مربط الفرس. الآن خلينا نشوف بترو رابط يوم ثلاثة شهور، السهم طالع بصعود، قلنا أي سهم عندك صاعد ثم نزل بشكل مايل نحو الأسفل تصور أنه سيواصل صعود، أي سهم صاعد أعطاك قمم متقاربة بهذا الشكل تصور أنه سيهبط، أي سهم صاعد دخل في مسار عرضي. يعني ما علي، عذرا أنا بخليها شوية هذا الشرح بدل ما تكون مجرد تحليل لبعض الأسهم. الآن عندي أنا سهم صاعد، حلو، بعد مرحلة الصعود، خلنا نشيل الفوليوم، بعد مرحلة الصعود دخل لي، أعطاني هنا قمة، أعطاني هنا قاع. تبي مجرد تشوفه بهذا الشكل، ثم بعدين كان يعني خلي هذا الشمعة اللي هنا اللي فوق كان حجم التداول حقها جدا عالي، بعد ارتفاع قوي يعني جالس يرتفع يرتفع يرتفع، أعطاك عملية ارتفاع وهبوط. الهبوط البسيط هذا كان الشموع الموجودة هنا حجم تداول عالي مقارنة بالماضي، هذا معناه علامة تحذير فقط لا أقل ولا أكثر، ما يقول لك اطلع من السهم مباشرة، خصوصا إذا أنت سهم حللنا صح وتقول لسه باقي الأهداف. هذا مجرد يقول لك أن انتبه، هذه علامة للوصول إلى منطقة قوية نتوقع أنه سيكون هناك هبوط منها. الآن الهبوط وين بيكون؟ هل بيكون من نفس المكان؟ في الغالب لا، الغالب الأعمى اللي يصير أنه هو يبدأ يدخل في مرحلة تصريف، فيعطيك بعدين ارتفاعات بهذا الشكل ويعطيك قمة. الآن مع القمة تلاحظ أن حجم التداول عالي، لاحظ وش اللي يصير بعدين، أنه هو يجي ويعطيك مرحلة من التذبذب، يمكن يصل إلى نفس المنطقة اللي كان وصل لها قبل، يمكن أنه يعني ينزل أكثر من كده، لكن أنه هو جالس يعطيك إما رأس وكتفين على سبيل المثال، أو أنه هو عادي أنه يعطيك قمة ثانية. القمة الثانية هل دائما تكون هي عبارة عن دبل توب، وأي هبوط أو كسر معناه أنه الآن بيحقق الهدف؟ لا، لأن في حالات كثيرة جالسين نشوف أنه هو يكسر القاع وبعدها يرتفع ويعطيك قمة ثالثة أعلى حتى من القمتين السابقتين، ثم بعدين يدخل في مرحلة الهبوط. طبعا الهبوط خليني أرسمها الآن كخط، لكن يمكن الهبوط يكون عبارة عن مرحلة من التذبذب، يمكن يعطيني كتفين فيصير عندي رأس وكتفين يمين كتفين يسار، بمعنى أنه هو رأس وكتفين مزدوج، يمكن يعطيني كتف واحد ثم يصير عندي هبوط، يمكن يعطيني بهذا المستوى ثم يعطيني قمة ثانية أدنى من القمة الرئيسية أو القمة الأكبر، ثم بعدين يعطيني قمة أدنى ويعطيني قمة أقل، ثم يصل عندي إلى مرحلة الهبوط. إلا في العملات، في العملات وش اللي يصير عندك؟ في غالب الأعمال نشوف إنه يكسر يخترق القمة الموجودة هنا، ويمكن حتى يخترق القمة الموجودة هنا يصل لك كده يرتفع، وفجأة نشوفه دحدر لك بشكل خرافي جدا. هذا دائما يصير. فالآن مع كل ارتفاع احنا عدنا مجموعة عدد كبير وضخم جدا من الاحتمالات، كل احتمالات متاحة، ما نقدر نقول والله عندي شيء غير متاح، أنت في النهاية جالس تلعب لعبة احتمالات.
الآن خلينا نشوف هذا السهم الآن بهذا الشكل، لو حطينا حجم التداول تلاحظ حجم التداول هنا كان عالي. أنت مجرد أن تشوف حجم التداول عالي أول حاجة تقول إيش؟ هل هو في قمة ولا في قاع؟ هل الحجم هذا متناسب مع شكل حجم الشمعة أو غير متناسب؟ هل هو في منطقة مقاومة ولا لا؟ هل اخترق أو ما اخترق؟ أنت عندك هنا لاحظ أن عندك شيء بسيط صح؟ عندك شمعة دعم تم كسرها، إعادة اختبارها هبط تم اختراقها، كلها بحجم تداول قليل ما عدا هذا بحجم تداول عالي، إذا هو ما زال في اتجاه صاعد حتى يثبت العكس. لو بغيت أدخل الآن وين بيكون وقف الخسارة حقي؟ بخليه تحت هذا القاع. ليش تحت هذا القاع؟ لسببين. السبب الأول لاحظ أنه هو أعطاني عملية اختراق إليها. السبب الثاني هو يصادف الشمعة اللي تكلمنا عنها قبل شوي، أنه أعطاني شمعة صح ذات تذبذب، يمكن يصير عندي كسر، لكن في النهاية أن عندي عبارة عن قمة الشمعة في هذا المستوى هي مستهدف سعري تم تحقيقها بنجاح. فأنا لو كنت مثلا راسم قناة وحاط هنا كقناة وعندي بهذا الشكل بهذا السلوك، تصور أنه بيصير عندك يعني رجوع ولو كان مضاربي، ثم يصير عندك عملية ارتفاع. فالآن هذا بالنسبة لهذا السهم، عندي هنا وقف الخسارة واضح، الهدف عندي في هذا المستوى، لكن عندي مقاومات قبل لازم أن أهتم فيها، عندي هذه المنطقة الآن كمقاومة أنه يمكن يصل إليها ثم يصير عندي عملية هبوط. الشيء الثاني أنه قد يصل للضلع في حال الاختراق، نتكلم عن هذه القمة كقمة مهمة جدا. هل يمكن الآن أن يصل يرتفع إلى هذا المستوى؟ نعم، ونتصور أنه بيعطيني قمة مزدوجة، والقمة المزدوجة مو شرط أنها تصل لنفس المستوى وأقل، يمكن حتى أنها تصل إلى أعلى بنسبة من 4 إلى 5% بناء على شكل الشموع المتكون. فإلى 5% ما زلنا في طور القمة المزدوجة بغض النظر عن مسماها اللي هي آدم حواء آدم آدم حواء حواء إلى ما لا نهاية. لكن خلينا نحط هذه النقطة في البال أنه يمكن نتجاوز القمة السابقة، لكن هذا لا يعني أنه مستوى دخول في هذه المستويات. شوف معادن الآن نفس الكلام اللي جالسين نقوله ونكرره، عندي شمعة بهذا السلوك وش أسوي؟ مباشرة حاط تقول لا هذا مستهدف سعري، انتهينا، يعني ما يبغى لها أي تعقيد إطلاقا ولا أخذنا في دقيقة. تلاحظ أن نفس عندنا هنا شمعة طويلة بذيل، وإن كانت الشمعة غير اللي تكلمنا عنها مختلفة، لكن السلوك العام إنه يقول لنا عندك هنا هذه الشمعة عبارة عن شمعة زخم، حط 50% وين تصير بين 61 و50% اعتبر أنها هي دعم وانتهينا. وللأمانة أنا لا حللت السوق ولا فتحت أساسا الأسهم قبل ما أفتح الأونلاين. الآن هنا نفس الموضوع، نفس الموضوع بالضبط. الآن عندي شمعة ارتفع، شمعة ثانية وصل تقريبا لنفس المستوى، الآن أعطاني مجموعة من بداية تكون شموع، خلينا نقول بداية تكون شموع داخل الذيل، مباشرة بأحط خط هنا وأقول هذا مستهدف سعري. الآن بالمنطق لو أعطاني هبوط أقل من هذا المستوى، هل معناه الآن أنه هو نازل؟ لا. ليش؟ لأن دائما لاحظنا الآن أن السلوك عارف كيف تفكير متداولين، فيعطيك هبوط بشمعة أو بشمعة، خصوصا لو كان الذيل علوي، ثم يصير عندك عملية ارتداد. وين أنه يمكن ينزل أكثر؟ خلينا نحلل بطريقة عادية بسيطة جدا. الآن عندي هنا ضلع وهنا ضلع، خلاص صح، نقطتين وما بينهما نقطتين، هل يمكن يعطيني بهذا الشكل؟ يمكن يعطيني. حط شيء إضافي، يلا أنا أبغى أحط نقاط كاملة على الحروف من هذا المستوى إلى هذا المستوى، الآن أعطاتني سفي بناتشي، هل يمكن أن يكسر؟ يمكن، يمكن أصل لك إلى مستوى 161 ثم يعطيك عملية ارتداد، ولو وصلها بيكون جدا ممتاز لأن نسبة الربح بيكون لنا جدا ممتازة. فالآن لو بندخل لازم نحدد وقف الخسارة، وقف الخسارة بيكون حقنا هو هذا المستوى، مع أننا جالسين نقول أكثر من مرة أنه قد يكسر، لكن ما عندنا أي ضمان أنه هو لا يمكن يصل إلى 261، ما في أي ضمان، لكن نحط هذا كمستهدف سعري ونتابع. لو نزل 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 بعدين نقول أوه هذا ممتاز ونعتبر أنه فرصة للشراء وإلى آخره. طبعا أنا جالس أدخل الآن
اسهم بشكل جدا عشوائي، يعني ما جالس احدد سهم ابغاه ولا سهم ما ابغاه. هنا الان نلاحظ ان هنا هذا السهم بغض النظر عن مسماه، خلاص يا شباب بغض النظر عن مسماه، احنا جالسين الان نشوف لمده 3 شهور. وش الكلام اللي قلته قبل شوي؟ قلت مجرد ان نشوف بعد ارتفاع شمع ذات ذيل عالي منطقه، انت مباشره تفكر ان عندك مستطيل. فكر ان عندك مستطيل، كيف سيتحرك السهم داخل المستطيل؟ هل مهم ان نعرف كل صعده وكل نزله؟ مو مهم. انا جالس انظر للشارت بشكل جدا واسع وجدا كبير، وبناء عليه تحكم وش اللي يمكن يصير. الآن شو اللي سافكو؟ هل هذا سافكو الآن بتكون الشموع سلبي أم إيجابي؟ مجموعة من الناس يقول لك خلاص يا أخي هو ارتفع من 62 وصل ل 82 الآن، من هذا المستوى الآن إلى هذا المستوى 28%، خلاص وش ترجى منه؟ ما ترجى منه ولا حاجة. واحد ثاني يقول له أنا والله هذا السهم أتصور إنه بيوصل 200. بكل بساطة وش اللي عليك تسوي؟ أتعقد الحياة، الحياة جدا سهلة. شفت هذه الشمعة الكبيرة؟ حط خط فوقها إيجابي تحت سلبي، انتهينا. والدعم وين؟ 50%. الدعم 50% من الشمعة، دعم تبغاه، وقف تبغاه، سميه اللي تسميه، كل واحد. الآن عندك هنا شمعة ذات ذيل، صح؟ وش قلنا قبل شوي؟ إن أي شمعة تجيلك بالذيل بهذا الشكل ويحدث لها عملية اختراق، اعتبر بعد الصعود إن هي منطقة مستهدفة كدعم. الآن وصل لها لما وصل لها، تلاحظ أنه هو جالس يحافظ عليها، قربنا وقف الخسارة. فقلنا أن الدخول في هذا المستوى هنا وقف الخسارة. وين الهدف بيكون؟ هنا صعوبة في التحديد. تقول لك والله أنا ما أشوف أي معطيات تساعدني الآن من هذا المستوى لتحديد وين الهدف، ما في. وش اللي عندي هني؟ يعني لو تقول والله عندك هنا نقطتين، الله أرسم بينهم خط، وعندك هنا خط وهنا خط وانتهينا. ما علي اعذرني، لكن هذه النقطتين وش موقعها من الأعراض؟ وش موقعها من الاعراض؟ يعني هنا قمه قاع، قمه قاع، قمه، القاع وين؟ قاع تحت. والله يمكن اعطاني هذا نموذج فني ممتاز، والنموذج الفني مكون من 5 نقاط، 1 2 3 4 5. وعاده هذا النموذج الفني احنا نخاف من حاجه واحده فقط، وهي الهبوط السريع. ان يصير عندك هبوط سريع ثم يصير عندك عمليه انطلاقه نحو الاعلى. ولكن هذا احتمالات. احتمال الأكبر الآن بحكم الشموع، بحكم الشموع أنا بقول 78.4 هو وقف الخسارة. الآن السهم في منطقة شراء، لتحديد الهدف أنا بستخدم طريق ثانية. بش اللي أشوف يعني ما بفتح حاجة جديدة. وين آخر عندي تحرك صعود هبوط؟ عندي من هذه النقطة لهذه النقطة، صح؟ الآن عندي 161 هو مستهدف تقريبا، وصل لها الآن بين 127 و161، وهذه المنطقة اللي دائما الناس تخاف منها، يقول لك إن هذه دلالة الهبوط. لا، بقول لك الآن الهدف هو 261، ما عليه، خلينا نحن نتجاوز، نقول إن هدفنا الآن هو 261 بالنسبة في بوناتشي العادية. لا جلس حطيتش من مخي ولا حاجة، هذا النسب العادية الموجودة عند كل الناس. فالآن هذه هنا كنسب في بوناتشي موجودة. والله تقول لي انا في بوناتشي ما عليه، مع احترامي وتقديري انا ما احترمه ولا احبه ولا ابغى استخدمه. بكل بساطه هدف النموذج تقدر على اعتماد الشمعه، اخر شمعه عندك هذه الشمعه الكبيره، انسخ وحطه فوق. قول والله عندي انا الهدف الان هو هذا المستوى، انا عندي هذا هنا مستوى استهدف سعري، وانسخه بعد واعتبر ان هذا هنا مستهدف سعري ل3 مرات، واعتبر ان هذا لي مستهدف سعري. طبعا اعيد اكرر بالنسبه للاشخاص اللي دخلوا معانا الان، انا ما اتكلم عن التحليل الفني كما هو موجود في الكتب، خلاص انا هذه طريقتي، انا كيف احلل، كيف انا ادخل تجارتي في الاسهم في العملات، هذه طريقتي الشخصيه بغض النظر عن ما هو مكتوب في الكتب. الان انا ما جالس اقدم دوره، لأن جالس أقدم أسلوبي في التداول. فالآن حطينا أن هذه الآن عندنا كمستهدفات سعرية. غيرها هل في طريقة تساعدني لتحديد
مستهدف سعري، قول خذ من القمة إلى القاع، قول والله أنا عندي هذا مستهدف سعري، وهذا المستهدف جاي مع بقية الأمور تقريبا لهذه المنطقة الآن، نعتبر أنها هي منطقة مقاومة. هل أنا شفت تاريخ السهم؟ لا. هل أنا شفت أن السهم بفريمات ثانية؟ لا. هل حطيت بستة أشهر ولا سنة سنتين؟ لا. أنا جالس أتداول الشيء البسيط جدا اللي أنا جالس أشوفه الآن. شوف غيره الآن، نلاحظ هنا احنا نقول الصاعد صاعد حتى يثبت العكس، صح؟ هذه قاعدة عامة، الصاعد صاعد حتى يثبت العكس. السؤال هو كيف يثبت العكس؟ كيف يثبت العكس؟ يثبت العكس بإغلاق شمعة أدنى من آخر شمعة. الآن عندي هنا الشمعة، هذه آخر شمعة صعود، هذه عندي شمعة الهابطة. بما أن هذا الشمعة طالما هو أعلى من هذا المستوى فما زال هو صاعد. الآن كم ولا شموع ثانية تبدأ تحرك هذا المستوى إلى ما لا نهاية. وين الدعم الحقيقي؟ الدعم الحقيقي هو 50%، والدعم الحقيقي اللي تكلمنا عنه أنه دائما يكون مستهدفات سعرية هو هذه الشمعة الصغيرة البسيطة التي تم حدوث شمعة زخم بعدها. لا تقول أن هذا كلام والله نظري، تقدر كل واحد يطبق وشوف، يطبق وشوف براحته يعني. الآن شوف هذه الشمعة، قبل شوي مو قلت أنه دائما بعد الهبوط يمكن يعطيك شمعة ذات عاكسة بهذا الشكل، لكن اللي يصير أنه هو يرتفع، هذا من ضمن الشموع. ارجع على الشارت كيف كان قبل، على على أساس أنك تحدد وين اللي بيكون المستهدف السعري، وإحنا قلنا أن عندنا شمعة بهذا الشكل هذا مستهدف سعري، هذه منطقة مقاومة. طبعا إذا كانت في مجموعة من الشموع الكبيرة، أنا شخصيا عادة أضلل بين الشموع وأقول والله هذه المنطقة الآن كمقاومة، يعني كهذه المستويات هنا أصل لها وضبط. هنا الآن كل وضوح نفس الشموع اللي جالسين نتكلم عنها، يعني مجرد تدمج الشموع ببعضها البعض، تلاحظ ان مجموعه من الشموع الان كلها داخل هذه الشمعه، صح؟ وين وقف الخساره حقي بيكون؟ هذا وقف الخساره. وين المستهدف السعري اللي لي؟ عندك اكثر من طريقه لتحديد المستهدف السعري، واحده من الطرق هي استخدام هذا الشكل. لاحظ ان اعطاني شمعه عاكسه بينهما شمعه هابطه قويه. هذه مناطق تعتبر مستهدفات سعريه. انتهينا. أنا لو شفت سهم بهذا السلوك، نرجع للكلام اللي قلناه قبل شوي، ما جبت ولا حاجة جديدة. شمعة بعد ارتفاع قوي بحجم تداول عالي، مباشرة حط في بالك الصندوق. حط في بالك الصندوق. يعني الآن مع احترامي، لو واحد يبقى في السوق بعد كسر هذا المستوى، هل منطق ان انا اجلس في هذا السهم تحت مستوى 28.50؟ استحالة. صحيح ان تكلمنا قبل شوي قلنا انه يمكن يعطينا ارتفاع جدا قوي، لكن في النهاية واساسا خلاص السهم وصل الى مرحلة خطيرة من البقاء فيه. ليش انا جالس عليه؟ يعني ما في هالبلد الا هالولد، ما يصير. الان هنا يعني أنا ما جالس أشوف الماضي، مجرد جالس أشوف هذا المستوى بكل بساطة. يعني سواء كانت بتبدأ من القيعان بترسم خط بهذا الشكل، أو بتبدأ من القمم، في النهاية هي نقطتين لقمتين أو قاعين واضحين، انتهينا. هل هذا الآن منطقة شراء؟ ولو بغيت أشتري الآن وين بحط وقف الخسارة؟ بكل بساطة انت عندك هنا بعد الهبوط اعطاك قاع قمة قاع، خلينا نقول قمة بسيطة قاع، ثم حصل عملية الارتفاع. الان هذا المستوى هنا يعتبر الان هو منطقة دعم. يعني عندك هذا المستويات اللي هنا، هذه تعتبر مستوى دعم خلي يناسب الشمعتين بحيث انه يكون اغلب المستويات عديدة. وقف الخسارة وين بيكون حقي؟ ادخل من هذا المستوى وخلي وقف الخسارة حقي هو تقريبا هذا المستوى. ليش؟ لأن هنا تلاحظ مجموعة من الشموع دائما احترم، حتى لو رجعت للماضي هذا المنطقة محترم. طالما فوق 35 فهو إن شاء الله ما زال صاعد، والهدف عندي هو هذا المستوى. احنا
احنا نقول نحن نتكلم صحيح عن احتمالات، احتمالات قد تكون مضبوطة معانا قد يضربك في الخسارة، ولكن هذا لا يفسد للود قضية. وش تشوف الآن؟ لاحظ أن الشمعة الرئيسية الأساسية بعد الهبوط هي هذه الشمعة، هذه الشمعة الحقيقية الآن، اللي كل الشموع الموجودة الآن هي كلها بداخل هذا المستوى. صحيح أنه في أعلى وفي أسفل، لكن هي الشمعة الحقيقية. أنا بالنسبة لي أعتبر أن هذا وقت خسارة، أعتبر أن هذا وقت خسارة، والسهم صعد. وين المستهدفات السعرية اللي بتكون إلي؟ عندي عدد من المستهدفات من ضمنها هذه الشمعة، هذا المستوى، الشمعة الصغيرة. لو بغيت تقدر تقول أن هو عندي، يعني خلينا نعقد الموضوع ونتفلسف فيه، نقول والله أن عندي أنا هنا مثلث هابط، والمثلث الهابط لاحظ أن عندك قاع قمة قاع قمة قاع تلامسات ثلاث تلامسات، ومن هالكلام والآن هذا هو زاوية المثلث، تصور أنه سيرجع لزاوية المثلث. هل يحتاج كل هالكلام؟ ما له داعي، عندنا هنا شمعة انتهينا. وش تلاحظ هنا؟ نفس الشموع اللي تكلمنا عنها، بذيل مجموعة من الشموع موجودة. صحيح أن الآن قلنا إحنا هنا عبارة عن مستهدف سعري، تم الاختراق. هل انتهينا الآن نقول الشمعة هذه ما لها قيمة؟ نقول لها قيمة. وين القيمة الموجودة فيها؟ أن هذا يعتبر منطقة دعم، فإذا أعطاني شموع وقفت على هذا المستوى أعتبر أنها شموع ممتازة للصعود. الآن هو واصل بهذا الشكل، وهذه الشموع حيرة بعد عملية ارتفاع. الناس بتقول لك ايش؟ بتقول لك والله لا إيجابية إلا بتجاوز هذا المستوى. كيف يعني لا إيجابية إلا بتجاوز هذا المستوى؟ يعني أنا تبغاني الحين كتاجر أنتظر لين يخترق ويرتفع 4-5%، تعال تقول والله أنا نبهتك من هذا المستوى، ما نبهتني من هذا المستوى. لأن أساسا أعطاني شمعة صعود، ويوم ارتفع والله قلت لي واو ترى ارتفع، وأنا قلت أقول لي الآن أنا أشتري أو ما أشتري، وأنا أخلي وقف الخسارة حقي. وقف الخسارة بالنسبة لي كمتداول كتاجر أعتبر أن هذا المستوى الآن هو وقف الخسارة، بغض النظر عن الشمعة الأخيرة. هذا مستوى شراء، والهدف ما زال قائم هو قمة، وعندك هنا شمعة بهذا الشكل الجميل هي مستهدف سعري. تقول لي والله عندي هنا فجوة سعرية، والفجوات السعرية مو شرط أنها هو يخترقها. خلاص يا أخي ارسم بهذا الشكل، قول والله أن عندي مستهدف سعري بهذا المستوى. فالآن أقدر أعتبر أن هي وقف خسارة، أقدر أعتبر أن هذا المستوى وقف خسارة، وأقدر أعتبر أن هذا المستوى مستهدف سعري. السؤال الثاني، لو هبط وين منطقة الشراء المناسبة؟ تلاحظ أن هنا عندك هذه مجموعة من الشموع تعتبر هذه منطقة شراء مناسبة، ولكن أتصور لو نزل لهذا المستوى بيكون هذا مستوى الشراء المناسب الحقيقي هنا وقف الخسارة. أنا خلاص واضح من كمية الشموع أن هذا وقف خسارة، يعني كسر هذا المستوى حتى لو أن سعره أقل. يعني أنا أشوف أنه خطورة أن أنا أجلس فيه. هنا لا، سهم هابط لم يعطي أي دلالة للارتفاع. هل في أي دلالة للارتفاع الآن؟ ما في. سهم هابط أعطاني قمم وقيعان صغيرة كده وجاي ميلان وعطاني فجوة سعرية. الاحتمال الأكبر والأعلى أنه هو سيواصل الهبوط، هذا الاحتمال الأكبر. خليني أنا أبغى أشوف أحدد لي مناطق أقول لو اشتريته من احتمال أنه يرجع ليه، وين المناطق اللي يمكن يرجع عليها؟ خلينا بس بكبر شوي الشارت كده، ما احب. خلينا نشوف الشموع، يلا خلينا نشوف الشموع بهذا الشكل. هل اعطاني اي شمعة من الشموع اللي انا اتصور تكلمت عنها قبل؟ هنا تلاحظ، خلينا نجي من القمة اللي هبط منها، هنا القمة ما كان عندي هبوط، الهبوط الحقيقي كان في هذا المستوى، لان اللي بعده تلاحظ ان الهبوط كان ممتاز. هل عندي شمعة هنا ذات ذيل سفلي بنفس اتجاه الهبوط؟ لاحظ ان عندي هنا مجموعة من الشموع، مجموعة من الشموع، اذا لن اخذ بها. وين اللي بتاخذ فيها؟ انا باخذ في هذا المستوى الان. عندي هنا شمعة هادي
أنا بعتمد على هذه الشمعة كمستوى. صحيح أنه صار عندنا عملية تذبذب أسفلها، لكن بالنسبة إلي أعتبر أن هذه الشمعة الآن هي الأساسية، والشمعة الثانية اللي جيت معاها هي هذه الشمعة. أنا حد أقول أن عندي هذا هنا منطقة، هذه مستهدفة سعرية، هذه منطقة مستهدفة سعرية علوية. زين وين هذا المستوى السعري المستهدف الثاني؟ فجوة شمعة الفجوة هي مستهدف سعري. الآن عندي هنا شمعة هابطة حصلت عملية ارتفاع، عملية هبوط، حجم التداول كان جدا جدا عالي. وين القمة اللي هبط منها؟ هبط من القمة العلوية ثم هذه القمة. أنا أجي وأحسب السعر وأقول مستوى 35 هذا مستويات هنا، هذه 30 هذه 35 هنا، خلاص. أعيد وأكرر، هذه طريقتي في التداول. 35% أنا أعتبر أن هي مناطق مرتكزات سعرية إذا كانت في دلالات واضحة للارتداد، إذا كان السهم جيد. نعرض، هل هذا السهم يا أشخاص الماليين ممتاز؟ يمر بظروف الآن بس قاهرة أنه هو سيهبط، لكن تصوروا أنه بيرتفع؟ إذا الماليين قالوا أنه وضعه تمام ونتصور أنه سيتحسن في المستقبل، خلاص أنا بالنسبة لي أعتبر أن هذا من ضمن الأسهم الاستثمارية، واعتبر ان هذا المستوى هو مرتكز السهم، هذا المستوى اللي سيرجع له السهم مهما حدث بغض النظر عن الاهداف الاخرى. خلينا نمسح حالي ونجي لهذا المستوى، انا ابغى اعرف انا ادخل فيه ولا ما ادخل. حاليا لا توجد اي دلالات للارتفاع. لو جيت على فريم 60 دقيقه، خلينا نخليها شهر عشان توضح الشموع، ما عندي ولا حاجة ممتازة، ما عدا ان عندي هذه هنا شمعة شمعة القاب، سمعة من الفراغ، اتصور ان هذا مستهدف سعري. فإلى الآن ما في أي دلالة للصعود ما عدا هذه الشمعة الآن. هذه الشمعة وين كانت هابطة؟ شمعة زخام. لاحظ ان عندي هنا الشمعة بشمعة دوجي. أنا بالنسبة لي الآن أقول هذا المستوى الصغير، كبره شوي، هذا الفرق السعر الجدا بسيط الموجود في السهم 19.28 هو وقف الخسارة. أقول أنا مصر أن أدخله، أنا ناوي أن أدخل هذا السهم. وين وقفي؟ 19.28. وين هدفي؟ هو ذيل الشمعة الموجودة، وهذا الهدف الثاني. بكل بساطة هذا وقفي كمضارب، كمضارب كمضارب هذا وقفي، وهناك هدفي. أي رجوع، أي إغلاق شمعة واحدة تحت هذا المستوى انتهينا خلاص. أساسا أنا لا أدخل، أنا بنجلس وأنتظر وش اللي يصير معاه هنا. لا شمعة عاكسة صح؟ شموع حيرة، نعتبرها هي شموع عاكسة. وين وقف الخسارة حقي؟ هي الشمعة وخسارة، خلاص انتهينا. شمعة قوية واضحة، حجم تداول فيها أعلى من كل الشموع الموجودة قبلها، ما عدا الشمعة الصاعدة القوية، انتهينا، هذا وقف الخسارة. وين الهدف؟ الهدف أقدر أقول أنه هو قمة الشمعة، أقدر أقول أنه هو القمة الثانية، وأقدر أقول أنه هو باستخدام الفيبوناتشي برسم من القمة إلى القاع، واعتبر 127 هي مستهدف سعري. امسح هذا، عندي وقف خسارة واضح، عندي هدف واضح، وانتهى. زين واحد من الشباب يقول لي زين ابو حسن ليش ما استخدمت، انت تقول ان عندك قمة قاع قمة قاع، ليش احنا ما استخدمنا الطريقة العادية ان احنا عادة نعتبر ان كسر هذا القاع هو الخطورة؟ يعني كسر القاع يدل على احتمالية ان احنا ندخل الى مسار هابط. السبب ان في عندك عدد كبير من النماذج الفنية ان قد يكون القاع الثاني، ان قد يكون لك قاع ادنى من القاع، ومع ذلك يكون هو عبارة عن نموذج صاعد، صح؟ مثل ايش؟ مثل نموذج البوق. نموذج البوق هو ايش؟
هو عبارة عن قمة أعلى من قمة، عبارة عن قاع أعلى من قاع. فيمكن نعطيك قاع أدنى ثم يعطيك عملية صعود قوية. لكن هل أنا برسم كل النماذج الفنية اللي أعرفها مجرد على خيال أقول احتمال أنه يكون لي؟ لا، ما عليه، لن أرسم الخيال هذا كله وأقول والله يا عزيزي خلاص أنا بعتمد على المنطقة هذه على أن هي وقف الخسارة وهذه المستهدفات السعرية وأن هذا السهم يعتبر سهم من الأسهم الممتازة. لو بغيت كمستهدف إيه تقدر من خلال رسم الضلع، بمعنى أعتبر أن هذا المستوى الآن هو مستوى مستهدف سعري كرسم ضلع عادي. ولو بغيت يمكن ترسم كقناة، تلاحظ أن القناة ضابطة معك، يعني قمتين قاعين والهدف عندك هو هذا المستوى. فالآن نعتبر أن 26 و 56 هو خسارة بالنسبة لهذا السهم. نجي لهذا السهم، خلينا ناخذ بمنظار عكسي. ما هو المنظار العكسي؟ احنا قلنا ان اذا كان بعد هبوط شوف ذيل وجسم الشمعة فوق، تتصور انه سيرتفع الى رأس الشمعة، صح؟ الان وش اللي عندي هنا؟ عندي شمعة طويلة، عندي مجموعة من الشموع داخلها، فنعتبر ان هذا عبارة عن مستهدف سعري. فالان حتى لو ارتفع مستهدف السعري موجود عندنا قائم. خلينا أترجمها بطريقة مختلفة. المستهدفات السعرية هي مناطق مناسبة للبيع، وفي نفس الوقت هي مناطق مناسبة للشراء. فإذا كان السوق اللي جالس أتعامل معاه باتجاه واحد، يعني بمجرد أنه يصعد أنا أنتظر إذا وصل لهذا المستوى أراقبة، لأن احتمال يعطيني شمعة عاكسة من هذا المستوى ثم يعطيني عملية صعود، خصوصا أن هذا المستوى هو نفس جالس يكون لي هذا الشموع. الشمعة الكبيرة هذه هو نفس المستوى تقريبا، هذا جالس أنه يعطينا منطقة مناسبة للشراء. هل يمكن أنه يخترق؟ يمكن أنه يخترق. يعني واحد بيقول لي تقدر ترسمه مثلا بهذا الشكل، أنه أعطاك هنا قمة وهذه القمة، الآن تم عملية حدوث اختراق إعادة اختبار والآن في مرحلة صعود، والهدف الأساسي أساسا هو للنموذج هو هذا المستوى. نقدر نقول كل هالكلام، لكن هل أنا أدخله؟ ولو كنت ناوي أدخل وين بيكون وقف الخسارة لي؟ تقدر تدخله، ما عندك أي مشكلة، وقف الخسارة هو هذا المستوى. الآن عندي وقف خسارة واضح، يعني هذا المستوى الدعم هو وقف الخسارة عند مستويات تقريبا 17.95 و 94. تقدر تواصل معها فوق، أو تقدر تعتبر أن هذه المنطقة الآن لو هبط لها بشكل سريع هي فرصة مناسبة للدخول الشراء. حجم تداول عالي بعد مرحلة من الارتفاعات، نحط في بالنا موضوع المستطيل، ينساب. لاحظ سهم هابط أعطاني ذيول، أعطاني قاع أدنى بذيول، ارتفع أعطاني قاع بذيول، القيعان تقريبا اللي في المستويات الموجودة هذه اللي هنا وهذا المستويات متقاربة، مو شرط ان هي تكون 100% انه هو واصل لنفس المستوى. خلاص، بما انها متقاربة وعندي هنا ذيل شمعة بهذا المستوى، اسحبها بهذا المستوى وما زال محافظ عليه للشمعتين، بكل بساطة ارسم كده خط، نقول عندنا الآن هذا عبارة عن وقف الخسارة والمستهدف السعري لنا هو عبارة عن مجموعة من النقاط. نقدر نعتبر الآن أن هذا هنا مستهدف سعري أو منطقة مقاومة، وهذا المستوى وهذا المستوى. طبعا في حالة تجاوز نتكلم عنها لا فعلا، ولكن الآن لو جينا كحسبة وقف الخسارة بالنسبة لنا هو 1%، المستهدفات تصل إلى 4.5%، صفقة 1-4 تعتبر جدا ممتازة. لو واحد قال لنا أنا ما أبغى أحط الوقف الخسارة هنا، وين أحطه؟ تقدر تستخدم إما هذا الذيل، ولكن الأفضل أنك تعتبر على هذا المستوى أنه هو وقف الخسارة إذا أعطاك إغلاق بشمعة كبيرة حجم تداول عالي. هنا الآن شو قاعد يصير؟
هبط هبوط، خلينا نشوف، أعطاني قاع قاعين، إحنا الآن هذا كله في القاع الثالث في القيعان، قاع قمة قاع قمة قاع قاع تبحث عن قمة بكل بساطة. وين الهدف حقي؟ المستهدف السعري حقي هو هذا المستوى. وين وقف الخسارة حقي؟ وقف الخسارة عندي هو هذا المستوى. لو تجاوزها بنتكلم عن أهداف أعلى، خط كده نقول إن عندي هذا المستوى هنا كمستهدف سعري. لو جينا حسبناها قلنا وقف خسارة 2% مقابل هدف 7% وقد يصل إلى 14%، هل هو مناسب أو غير مناسب؟ هنا مثلا السكين، تلاحظ أن السهم هابط. أول حاجة أنا أبغى أرسم مستهدف سعري هابط، وين المستهدفات السعرية الهابطة اللي حقي؟ هنا حطاني عملية ارتفاعات صح؟ وين الشمعة اللي ارتفع منها؟ هي هذه الشمعة، بس عندي هذا مستهدف سعري، مو شرط إنه يصل إلا عندي هذا هنا دعم. منطقة لم يكسرها تحولت إلى دعم ولو كانت بشمعة واحدة فقط. عند 50% من الشمعة الكبيرة هي منطقة دعم. عندي الآن هنا منطقة مقاومة تم اختراقها، قد يحدث عملية إعادة اختبار ثم يصير عندي عملية صعود، وقد يكون عندي حجم تداول عالي ونرسم المستطيل. سهم يعني بعض الناس مثلا يجيلي بهذا السلوك، انا مجرد اشوف سهم بهذا السلوك يجي لي غثيان وما احب احلله. الان هل مثلا لو واحد سأل هل هذا السهم صعد صعود قوي من هنا الى هذا المستوى 18%، هل نقول خلاص ان انتهى ارتفاعه؟ مو شرط ان نقول انتهى ارتفاعه، مو شرط. بما انه هو صاعد صاعد حتى يثبت العكس، وش يضرني ان اقول انه هو ما زال صاعد؟ عندي هنا شمعة واقفة بذيل، خليني احط هذا واشوف هل هي توصل الى مناطق دعم، هل فيها شيء؟ لاحظ او ممكن هنا عندي نموذج اقول عنه انه هو رأس وكتفين، ولو كان غير مثالي 100% هنا خط العنق، ونتصور انه قد يهبط ثم يرتفع، لا مو شرط. الان لو بتدخل في هذا السهم اقول خل وقفك هنا في هذا المستوى، والهدف بالشكل اللي تبغاه، هل تبغاه على انه هو رأس وكتفين؟ هل تبغاه لان السهم بشكل منظر ثاني؟ هل تبغاه تقول لي انه هو بتاخذ بفريمات اقل وبتقول عندي انه هنا راية بهذا الشكل وعندي الهدف هو هذا المستوى؟ لا تبغى تقول، تقدر تقول هل بتقول ان عبارة اعطاني شمعة بذيل وكل الشموع موجودة في الذيل، ونتصور ان عندنا مستهدف سعري هو ذيل الشمعة. هنا بقول لك صحيح يمكن يكون، ولكن وجود الشمعة بهذا الشكل الهابطة انا سألغي تصور ان هذا عبارة عن مستهدف سعري كشمعة، يمكن اعتبره كمستهدف بحكم ان وجود الشمعة بالذيل، لكن ليس كشمعة بالنظام اللي تكلمنا عنه. ليش؟ لأن هي عبارة عن خلطة معلومات كثيرة انت تدمجها في مخك وتحدد ما يناسب. في العملات عادة اذا شفنا بهذا الشكل يصير عندنا هبوط كده، وبعدين يصير عندك ارتفاع مشمول. مثل اللي صار في اليورو دولار، اليورو دولار اللي تاجروا في اليورو دولار، يعني 90% من الشعب دخل شراء، لأن إيش؟ لأنه عبارة عن رأس وكتفين. في النهاية رأس وكتفين وتم اختراقه، في النهاية نزل نزلة طيحة محترمة ضرب حسابات مجموعة كبيرة من الناس. هنا الآن لاحظ أن الشمعة ما أعطاني الذيل تحت، ما أعطاني الشموع تحت. لو أعطاني الشموع تحت أنا مباشرة بقول إن الهدف عندي هو القمة صح؟ لكن الآن لاحظ إن كل الشموع صارت فوق. أنا شخصيا أتحفظ على الدخول في هذا السهم، أقول خلينا أنتظر شوي الآن، ما أعتبر إن هو منطقة دخول واضحة وصريحة، لكن لو بغيت أدخل أعتبر إن هذا المكان بالشمع الكبير هو وقف الخسارة، خصوصا إن أغلب الشموع لم تغلق أدنى من الثلثين،
يعني كلها صارت في الثلثين، فاعتبروا ان هذه الان وقف خساره، والهدف هو القمه التي سقط منها، هي القمه التي سقط منها السهم اللي هو هذا المستوى. راسم هنا مستوى 18 كمستهدف بس ما ادري ليش قديم. اوكي يلا خلينا نطبق نفس الكلام، شمعة هابطة بالذيول، وقف الخسارة حقي هو هنا، والهدف فوق. الخزف سهم اشوف انه هو ممتاز، وقف الخسارة جدا قريب، الاهداف خلينا نقول شمعت ملء الفراغ. نتكلم عن وقف خسارة 1% مقابل 8% ربح، طبعا تقدر تضيف اشياء ثانية، تقدر ترسم مثلا بهذا الشكل الى اخره، كل احتمالات موجودة. واحد والله يقول عندي هنا قمة قاع قمة قاع، احتمال يعطيني مثلث هابط ويهبط، ولذلك هذا أضيف وقف الخسارة. الكابلات السهم لاحظ أنه هو أعطاني نفس الشمعة، تم عملية الوصول للهدف، اخترق من جديد وواصل ارتفاع، وغالب السبب أنه هو إيش؟ أنه بسبب الخبر اللي صار عليها اللي هو أطفاء الخسائر اللي صارت عليه. وهذا أغلب الأسهم الآن اللي ماليا نتصور واو، اللي ماليا نتصور أنها هي قد تصحح. أنا شخصيا أفضل الواحد ياخذ فيها كم سهم وخليهم عنده كده وقت اللي ترتفع. هنا تلاحظ أنه أعطاني الشمعة الثانية والثالثة بذيول، فاعتبر الآن أن هذا وقف خسارة، الأهداف اللي حقي عديدة، أساسا هو هذا المستوى وبعده هذا المستوى. طبعا تقدر تحط مجموعة كبيرة من الأهداف بينهم، ما عندك أي مشكلة فيها. لاحظ أنه بعد الهبوط وأساسا أعطاني الشمعة بالذيل، حددنا وقف الخسارة، لاحظوا إيش اللي صار، بمجرد أن أغلقت شمعة واحدة أدنى من إعادة اختبار ثم مرحلة هبوط. وذلك هذه الشموع يعني من الشموع القيمة، استخدامها عديد، تقدر تستخدمها بأكثر من طريقة. الآن وش اللي بيصير؟ نعتبر أن هذه الآن منطقة مقاومات قوية، هنا وقف الخسارة. وقف الخسارة يعني نتكلم عن 0.5%، والهدف الأول حدود 4% تصل إلى 11%. يمكن نواصل هبوط، يمكن، وذلك أكرر نتكلم عن احتمالات. هل هذه الشمعة تدل على هبوط؟ هذا سهم مسك خلاص. هل هذه الشمعة تدل على هبوط؟ الشمعة قبل شوي تكلمنا عنها، كنا في مرحلة بعد هبوط قوي، يعطيك شمعة تتصور انها هي عاكسة سيهبط، لكن اللي يصير انه هو يعطيك ارتفاعات قوية. والله اعلم. وين وقف الخسارة؟ نقدر نحدد، نعتبر ان هذه الان وقف الخسارة 7.08، والاهداف نتكلم عن مستويات. طبعا هنا المستوى بحكم انه هو هبط عاد اختباره، انا بالنسبة لي سألغيه، ما بعتبر انه هو المستهدف السعري اللي لي، واعتمد على هذه المستويات الموجوده هنا. نقول انا عندك هذا وقف خساره، وعندك هنا اهداف تقدر ترسم بالشكل اللي تبغاه. والله تقول ان عندي انا بهذا الشكل، واحدد القمم هنا كمستهدفات سعريه الى اخره، الطريقه اللي انت تبغاها تقدر تحلل فيها. نفس الكلام، بما ان عندك ثلاث شموع هابطه، حاول تدمج الشموع، قول هذه ثلاثة كلها كأنها شمعة واحدة، حلو، كلها كأنها شمعة واحدة، وهذا الموجود الآن داخل الشمعة. أنا بعتبر أن الآن هذا المستوى عندي هنا مستوى دعم، هذا مستوى الشراء، والهدف السعري عندي هذا المستوى. أنا لا شفت الماضي ولا أنا أعرف، بس الأخير وش الوضع اللي صاير عندي، وبخسارة قريب هدف بعيد، بس هذا المطلوب. الجميل في الموضوع ان قد، طبعا هنا تلاحظ ان قد نعتبر على هذا انه هو قاع مزدوج، ما
وعندي هنا هذا خط العنق فيه، تم إعادة الاختبار، والآن هذا المستوى تحدد كوقف خسارة، والهدف عندي هو تقريبا هذا المستوى، مستوى 36. لو بغيت تعتمد عليه على أنه هو مثلث، تقدر ترسمه بفريم زمني مختلف. طبعا ما بنعتمد على هذا، بنعتمد على هذا المستوى اللي هنا. نقول احتمال انه يعطيني مرحلة هبوط، يعطيني ذيل، ثم يعطيني مرحلة صعود، فنعتبر ان هذه المنطقة الان منطقة دعم ممتازة. في حال مواصلة الهبوط، افضل مستوى سعري بيكون هذا المستوى كمنطقة شراء ومنطقة مستهدفة سعرية. طبعا انا اشكر كل الشباب او الاخوة والاخوات اللي حضروا، وهذا اعتبرها ثقة، انا اشكركم عليها، واعتذر منكم الان ان انا مضطر اغادر، اعذروني على التقصير، وان شاء الله يعني يكون ما طرحته فيه فائده لكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. اذا في احد عنده سؤال بالخدمه، في عندكم الشات تقدر تكتب فيها اي سؤال حاب تساله. بما أن ما أشوف أحد عنده سؤال، نلتقيكم على خير إن شاء الله في لقاء جديد، ممكن يكون في أيام الأسبوع ويكون في نهاية الأسبوع، الله أعلم. في أمان الله.